بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله في سيكشن النهارده في نون لينير كنترول هندمج بقى اللي احنا خدناه في السكاشن اللي فاتت مع بعض. احنا اول 3 سكاشن اتكلمنا على مجموعه من النون لينياريتيز اللي موجوده عندنا زي الساتوريشن والاون اوف والديد زون والاون اوف والديد زون والهايستريسز. خدنا مجموعه كبيره من النون لينياريتيز. والسيكشن اللي فات خدنا ازاي نرسم البولر بلوت اللي هو اصلا هدفه ان هو بيحدد الفريكوانسي ريسبونس للسيستم بس لللينير سيستم. النهارده بقى احنا عايزين نشوف لو انا عندي لينير سيستم ودخل عندي نون لينياريتي في السيستم اللي موجود، فعايز اشوف بقى لو انا دخلت ساينسويدال ويف في السيستم بقى اللي هو اللي فيه نون لينياريتي دلوقتي، الاستابيليتي بتاعت السيستم هيبقى موقفها عامل ازاي، وازاي اعرف اذا كان السيستم ستيبل ولا ان ستيبل. ده اللي ان شاء الله احنا هنشوفه النهارده مع بعض بكذا مثال. سيبنا في المره اللي فاتت وقلنا ان انا لو عندي سيستم جي اوف اس ودي ال H of S ده الفيدباك ال input ال R of S وده ال Y of S. كنا قلنا في الاستابيليتي بتاعت السيستم لو انا عايز اجيب الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم كانت عبارة عن ال G على ال G of S على 1 زائد G of S H of S. ده ال closed loop transfer function بتاعتي. وقلنا ان المقام ده بيسموه الكاركترستيك ايكويشن، لان احنا لما كنا بنحل المقام ده كان بيجيب لي حاجه اسمها البولز بتاعه السيستم اللي هي بتحكم على الاستابيليتي. طيب الكاركترستيك ايكويشن اللي هي الواحد زائد جي اوف اس اتش اوف اس بيساوي زيرو. الكلام ده لو انا كنت بتعامل مع اليونت ستيب فانكشن او يونت رام فانكشن. طب دلوقتي انا بتعامل مع ساينسويدال ام، يعني الدخل بتاعي هنا هيبقى عبارة عن ساين ويف، الخارج المتوقع ان هو هيبقى عبارة عن ساين ويف بس فيها فيش شيفت واختلاف في الامبليتيود. يعني لو دي مثلا بي ودي ايه فهم ممكن يبقوا قد بعض او اكبر او اصغر، يبقى فيه اختلاف في الامبليتيود. عشان نشتغل في الفريكوانسي دومين قلنا بنعمل ترانسفورميشن ان احنا بنحط الاس بتساوي جي اوميجا، فالمعادلة بتاعتي هتبقى 1 زائد جي اوف جي اوميجا اتش اوف جي اوميجا يساوي صفر. طيب الصفر ده في الكومبكس دومين اللي هو عبارة عن اللي هو ده الزيرو. لو انا عايز بقى اجيب الجي اوف جي اوميجا اتش اوف جي اوميجا الكلام ده المفروض هيساوي سالب واحد لو انا عديت الواحد ده بعكس الاشارة. سالب واحد لو انا حبيت اكتبه في الكومبكس دومين هو سالب واحد في جزء حقيقي زائد جي في جزء تخيلي. فدي البوينت بتاعت السالب واحد وصفر لو تفتكروا في نيكويست ستابيلتي كريتيريا اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، كنا دايما معيار الاستابيلتي النقطه سالب واحد وصفر اللي هي النقطه اللي هنا اللي السالب واحد اللي هنا ده الريل ده الايماجيني. فكنا بنقول لو هي جوه ولو هي بره. كان في حد سالني اشمعنى النقطه سالب واحد تحديدا هي اللي بتحدد الاستابيلتي، دي جايه من الكاركترستيك ايكويشن اللي هي بتجيب البولز بتاعت السيستم اللي هي بتحدد الاستابيلتي. فلو انا كنت بعمل ايه بقى؟ الجي اوف جي اوميجا دي بنقوم رسمين لها البولر بلوت اللي هو بنعوض عن كل قيم الاوميجا ونرسم الماجنيتيود والزاويه ونشوف موقع النقطه سالب واحد وصفر بالنسبه لي بالنسبه للرسمه دي هتبقى عامله ازاي. فكنا بنقول لو كان الكيرف بتاعي النقطه سالب واحد وصفر جواه فيبقى انستيبل، ولو كانت النقطه بره يبقى السيستم ستيبل، ولو كان بيمر بيه فبيبقى ايه كريتيكال. فدي كانت كل الحالات والاحتمالات بتاعتنا. بس ده في حاله لو كان السيستم بتاعنا ايه لينير، يعني ما فيهوش اي مشكله. ده اللي احنا كنا المره اللي فاتت وعرفنا ازاي بنرسم البولر بلوت ونحدد الاستابيليتي. وده النهارده كنت بجاوبك اشمعنى النقطه سالب واحد وصفر هي معيار الاستابيليتي بتاعي. حط هنا كومبوننت نون لينير بالشكل ده، يبقى السيستم ده لينير وده الكومبوننت لينير ان نون لينير لو ديسكرايبنج فانكشن ان اوف اكس دي اللي احنا عمالين نجيبها على طول. طيب الديسكرايبنج فانكشن دي وضعها هيبقى عامل ازاي دلوقتي؟ انا عايز احسب السيستم اذا كان ستيبل ولا لا، يعني انا عايز اعرف لو انا دخلت ساين ويف السيستم هيبقى ستيبل ولا ان ستيبل بوجود النون لينيرتي دي. طبعا النون لينيرتي دي وارد انها تكون مثلا اون اوف، اكنك حاطط هنا مثلا كنترولر اون اوف نون لينيرتي اللي هو يقول لك لو اكبر من كذا ادي واحد لو اقل ادي زيرو، فده وارد يكون كنترولر اون اوف.
وارد يكون كنترولر معتمد على الهيستريسز، وارد كنترولر معتمد على فكره الساتوريشن، وارد يكون ريلي، ايا كان شكل الكومبوننت اللي هنا اللي فيه نون لينير. انا عايز اعرف اتعامل ازاي بقى معاه عشان احكم على الاستابيليتي بتاعه السيستم. طيب تعال نكتب الترانسفير فانكشن دلوقتي، هتساوي ايه؟ هتساوي البسط اللي هو او الجي دلوقتي بقت عباره عن ان اوف اكس في الجي اوف اس على 1 دي ناقص تبقى زائد الان اوف اكس في الجي اوف اس الجي اوف اس. وطبعا بما اننا بنتعامل في الفريكوانسي دومين، فاي اس عندي احطها بجي اوميجا، ودي الكاركترستيك ايكويشن بتاعتي. فلما عوض على الاس بجي اوميجا في الكاركترستيك ايكويشن هتبقى عباره عن 1 زائد ان اوف اكس، الاكس دي اللي هي الماكسيمم امبليتيود اللي هنا، والاوميجا ده التردد بتاع الموجه اللي داخل، عشان برضه الناس تبقى عارفه ايه الفاريبلز بتاعتي. هتبقى 1 زائد ان اوف اكس جي اوف جي اوميجا اتش اوف جي اوميجا، الكلام ده بيساوي صفر. طيب كان الوقت نعدي سالب 1 الناحيه الثانيه، الواحد ده نعدي الناحيه الثانيه تبقى ان اوف اكس جي اوف جي اوميجا اتش اوف جي اوميجا بيساوي سالب 1. طيب انا دلوقتي لما كنت برسم الجي اتش، لو نفتكر الكلام ده، رسمه الجي اتش دي بيسموها البولر بلوت. فالان لما تبقى مضروبه هنا، الان دي ملهاش لازمه هنا، فهقسم على الان اوف اكس، فدي تبقى سالب 1 على الان اوف اكس. كنا زمان بنقول ايه بقى؟ برسم البولر بلوت وبحكم على وجود النقطه سالب 1 وصفر جوه الرسمه ولا بره الرسمه. دلوقتي بقى انا هرسم ايه؟ هرسم البولر بلوت بس مع رسمه السالب 1 على الان اوف اكس، بحيث ان الان اوف اكس دي اللي هي مين؟ الديسكرايبنج فانكشن بتاعتي. كده الدنيا واضحه، احنا ناويين نعمل ايه؟ فالبولر بلوت للجي اتش، الجي اتش ده اصلا سيستم لينير، فده لينير سيستم عادي. فنفس اللي انا كنت معمله في البولر بلوت هرسمه هنا. والسالب واحد ما بقتش سالب واحد، بقى سالب واحد على ان اوف اكس، فمحتاج ارسم مش نقطه، ارسم كيرف اللي هو القص بسالب واحد على ان اوف اكس اللي هو فيه ديسكرايبنج فانكشن. والاكس بتاعتي هتتحرك من الصفر لحد ما لا نهايه، ده اللي هو الامبليتيود. اشوف برضو لما اغير الامبليتيود هيبقى نظامها ايه، وساعتها يبقى معيار الاستابيليتي هيتعدل بقى. البولر بلوت ده اللي هو بتاع الجي اتش، ده بتاع السيستم اللينير، وهرسم الكيرف بتاع السالب واحد على الان اوف اكس، ده اللي هو بتاع السيستم الايه اللي هو النون لينيرتي. لو كان الكيرف ده كله جوه الجي اتش، ما بقتش بقى نقطه سالب واحد، لا الكيرف ده كله جوه الجي اتش، فالسيستم هيبقى ايه؟ unstable. طيب لو الكيرف بتاعي ده الفاليو رسمه الجي اتش اللي هي للسيستم اللينير اللي هو البولار بلوت، ودي رسمه مثلا، تعال نخلي بس الرسمه دي اضيق شويه، ودي رسمه السالب واحد على الان بتاعت النون لينيرتي. فالكيرف بتاع السالب واحد على الان هنلاحظ ان هو بره الكيرف، فساعتها هنقول ان السيستم ده ايه؟ stable. طيب واللي بيحصل بقى اصلا ايه؟ ان دي رسمه البولر بلوت ودي رسمه السالب واحد على الان ودي رسمه البولر، فهيحصل نقط تقاطع في المنطقه دي، فهيقسمها لثلاث مناطق بقى. المنطقه اللي جوه اللي هي الحته دي، قيم الاكس فيها اللي بتخليها هنا بتخلي السيستم unstable، والمنطقه اللي بره قيم الاكس اللي فيها بتخلي السيستم stable. طيب بالنسبه للنقط دي نفسها، النقط دي بتخلي حاله السيستم critical، بس حاله الكريتيكال هنا ليها اسم تاني بنسميها limit cycle. والليمت سايكل دي ليها نوعين، اما تبقى stable limit cycle او تبقى unstable limit cycle. دلوقتي كنا بدل ما كنا بنقول نقطه سالب واحد وصفر كانت جوه الكيرف، لا هقول لك لو سالب واحد على ان كلها جوه الكيرف يبقى unstable. طب لو سالب واحد على ان الرسمه كلها بره الكيرف يبقى system stable.
الحلال السيف. بس في الحقيقه هو ما بيبقاش يا اما كله جوه يا اما كله بره، هو بيبقى جزء وجزء. فلو التقاطع بتاع السالب واحد على الان مع رسمه البولر بلوت حصل بالشكل ده، فطبعا اللي بيغير الكيرف بتاع السالب واحد على الان هي قيم الاكس، قيم الاكس اللي هي الماكسيمم امبليتيود. فقيم الاكس اللي بتخلي الكيرف في المنطقه دي بتخلي السيستم ان ستيبل، وقيم الاكس اللي بتخلي السيستم او القيم السالب واحد على الان تروح في المنطقه دي بتخلي السيستم ايه ستيبل. طيب النقط دي يعني قيمه الاكس اللي تخلي السالب واحد على الان بالظبط مع تتقاطع مع البولر بلوت، المفروض دي حاله حرجه او كريتيكال، بس احنا بنسميها هنا ليميت سايكل. بس الليميت سايكل ليها نوعين، ستيبل او ان ستيبل. طب يعني ايه ستيبل وان ستيبل ليميت سايكل؟ من الاخر كده لو كان اتجاه الكيرف بتاع السالب واحد على الان بالشكل ده، يعني ايه اتجاهه يا باشمهندس؟ مش انت قيم الاكس دي لها رينج بتتراوح من الاكس بصفر لحد الاكس مثلا بما لا نهايه، فقيم الاكس بتبدا من هنا، فده الاتجاه. لو انت رايح عند النقطه دي داخل على منطقه ان ستيبل، فدي بنسميها ان ستيبل ليميت سايكل. دي بالنسبه للنقطه اللي تحت. طب النقطه اللي فوق، النقطه اللي فوق لو انت لاحظت اتجاه الكيرف بتاع السالب واحد على الان بيتحرك من منطقه ستيبل، من منطقه ان ستيبل لستيبل، يعني في الحته دي رايح للستيبل، فدي بنسميها ستيبل ليميت سايكل. يبقى مين اللي بيحكم على الليميت سايكل يا ستيبل ولا ان ستيبل؟ اتجاه الكيرف. لو هي رايحه على منطقه ان ستيبل تبقى ان ستيبل، لو رايحه على منطقه ستيبل تبقى ستيبل. فده الليميت سايكل ونوعها. قيمها بتيجي ازاي؟ ده بقى اللي احنا هنشوفه في السكشن النهارده ان شاء الله. حد عنده اي سؤال بالنسبه للمقدمه بتاعه السكشن النهارده؟ ايه يا باشمهندس. تمام، تعالوا بقى ناخد مساله عشان نفهم الكلام ده اكتر. 1 + 4 S، 1 + 2 S، 3 G، هذا الأوت، بالشكل ده، وحاطط هنا نون لينير. بيقول لك شوف لي الاستابيليتي بتاعت السيستم ده لو النون لينيارتي دي كانت ساتوريشن ولو كانت هاي ستريسز. طيب مبدئيا كده اول حاجه هتعملها في السؤال ايه؟ النون لينيارتي دي هتجيب لها ديسكرايبنج فانكشن. ازاي يا باشمهندس؟ طبعا الخطوات اللي احنا كنا في السكشن اللي فاتت هتعملها. فلو قال لك ساتوريشن او هاي ستريسز هتمشي بالخطوات بتاعه الهاي ستريسز كامله والساتوريشن كامله، وتعمل الرسمه وتحسب الاي والبي، الاي 0 والاي 1 والبي 1، وتعمل خطواتك كلها لحد ما تطلع لي الان اوف اكس بكام، لان انا محتاجها دلوقتي. عشان كده قلت لك في السكشن اللي فاتت دي مش نهايه المساله، احنا لسه عندنا شغل تاني. وبعد كده هترسم لي البولر بلوت للسيستم ده اللي هو السكشن اللي فات. والنهارده بقى احنا هندمج الاثنين مع بعض. انا طبعا النهارده مش هثبت الجزء ده ومش هطول كتير في البولر بلوت، يعني هقول لك خطواته سريعا وهنرسمه، بس هركز اكتر في ازاي ندمج الاثنين مع بعض. ده تركيزنا النهارده على الجزئيه دي. طب تعالى كده نعمل اول حاجه مبدئيا كده، تعالى نشوف لو ساتوريشن او هيستريسز. سيبنا من الموضوع دلوقتي، عايزين نجيب البولر بلوت. هنرسم البولر بلوت ازاي للسيستم ده؟ مبدئيا البولر بلوت بيترسم للجي اتش بس. طيب الجي يا باشمهندس اهي، والاتش بكام هنا؟ 1 1 يونيتي فيدباك. يبقى اكنك بالظبط هتجيبه لدي بس، يبقى بالنسبه للجي هي اللي قدامنا. طيب اول حاجه كنا بنحسب الستارت فاي، الستارت فاي هنا هتبقى بكام؟ بنجيبها من الاس المفرده اللي في المقام، كل اس في المقام بسالب 90، يعني الستارت فاي هنا بكام؟ نجيبها من دي هتبقى كام؟ سالب 90 درجه بالظبط. طيب ونجيب برضو الاند فاي، دي بنجيبها باعلى اس في البسط على اعلى اس في المقام. اعلى اس في البسط مفيش، 1 اس اس 0، واعلى اس في المقام هتبقى اس في اس اس 3. والواحد على اس اس 3 دي يعني كام زاويه؟ يعني الزاويه هتبقى كام؟
سالب 270 سالب لانها في المقام و 270 لانها ثلاث كسانات. وبعد كده بقى هنمسك الترانسفير فانكشن دي طبعا نشيل ده احنا عايزين بس الجي الجي اللي معانا دي الجي اوف اس اتش اوف اس هنحط الاس بكام هنحط الاس بجي اوميجا عشان نجيب الاربع نقط الاساسيين بتوعنا اللي هو الستارت والاند والانترسكشن مع ريل والانترسكشن مع الامج. فالجي اوف اس اتش اوف اس هتبقى عباره عن ايه 10 على جي اوميجا 1 زائد 4 من 10 جي اوميجا و1 زائد 2 جي اوميجا. طيب عشان احولها لحاجه زائد جي في حاجه ايه الخطوه اللي كنا بنعملها هنا بضرب في المرافق المقام بالظبط لكنها مراجعه على السكشن اللي فات هنضرب في المرافق بتاع المقام في المقام والبسط يعني دي جي اوميجا يبقى دي هتبقى سالب جي اوميجا دي 1 زائد 4 من 10 جي اوميجا تبقى 1 ناقص 4 من 10 جي اوميجا دي 1 زائد 2 هتبقى 1 ناقص 2 جي اوميجا ونفس الكلام اللي في المقام نكرره هنا في البسط سالب جي اوميجا 1 ناقص 4 من 10 جي اوميجا ودي تبقى 1 ناقص 2 جي اوميجا. طيب الكلام ده هيساوي ايه بقى؟ طيب حاصل ضرب المقام بيمشي ازاي؟ هتضرب كل رقم في المرافق بتاعه يعني جي اوميجا في سالب جي اوميجا هتبقى باوميجا تربيع 1 زائد 4 من 10 جي اوميجا في 1 ناقص 4 من 10 جي اوميجا هتبقى ب 1 زائد 16 من 100 اوميجا تربيع 1 زائد 2 جي اوميجا في 1 ناقص 2 جي اوميجا هتبقى 1 زائد 4 اوميجا تربيع. طبعا انا كنت المره اللي فاتت بعملها بالتفصيل كنت بمسك الجي في الجي والاشاره في الاشاره والرمز في الرمز والرقم في الرقم طبعا عشان بس ما نضيعش وقت مع بعض يعني ده ناتج الضرب على طول. طيب بالنسبه لدول عندك هنا 10 في سالب جي اوميجا في القوسين دول هتضرب القوسين دول في بعض والناتج تضربه في سالب جي اوميجا في 10 هيطلع البسط بكام في النهايه بسالب 10 جي اوميجا زائد 8 جي اوميجا اس 3 ناقص 24 اوميجا تربيع. الكلام ده طبعا بعد ايه ما ناخد المتكرر ونجمعه على بعض. طيب بعد كده هنفصل بقى الحركه اللي احنا عايزينها اللي هي حركه الفصل انها تبقى حاجه زائد جي في حاجه. طبعا نفس المقام هيتكرر هنا دي اوميجا تربيع 1 زائد 16 من 100 اوميجا تربيع 1 زائد 4 اوميجا تربيع وهنا نفس الكلام اوميجا تربيع 1 زائد 16 من 100 اوميجا تربيع 1 زائد 4 اوميجا تربيع. البسط بقى هات هنا الحاجات اللي ما فيهاش جي اللي هي مين اللي ما فيهاش جي ده اللي هي سالب 24 اوميجا تربيع والحاجات اللي فيها جي حطها هنا باشارتها دي سالب 10 اوميجا ودي موجب 8 اوميجا اس 3. لما نيجي نختصر هنا هنشيل الاوميجا تربيع مع الاوميجا تربيع ممكن نشيل الاوميجا مع التربيع ده والتكعيب ده يبقى تربيع يعني اكن خدت اوميجا مشترك وشلتها مع التربيع اللي تحت. طيب وبعدين الخطوه الجايه بقى ان احنا نحسب النقط كده خلاص احنا طلعنا الجي اتش بعد الفصل بقت حاجه زائد جي في حاجه بدلاله الاوميجا عايزين بقى نجيب الاربع نقط بتوعنا. احنا معانا الستارت فاي والاند فاي محتاجين بقى باقي النقط. طيب محتاجين الستارت بوينت هنحط الاوميجا بصفر بصفر لما نحط الاوميجا بصفر هنا هتبقى سالب 24 على دي صفر ودي صفر هتبقى 1 في 1 ب 1 يبقى سالب 24 زائد جي لما نحط الاوميجا بصفر هنا هتبقى بكام سالب 10 على صفر سالب 10 على صفر يعني هتبقى سالب ما لا نهايه تمام. طيب الاند بوينت الاند بوينت دايما صفر وصفر عشان ما نضيعش وقت كبير فيه. طيب عايزين نجيب الانترسكشن مع الريل اكسس هنعمل ايه هنحط الايماجينري بصفر فين الايماجينري اهو طبعا دي كانت تربيع انا بمسك عشان نحط الايماجينري بصفر فهتبقى سالب 10
زائد 8 أوميجا تربيع بيساوي صفر، يعني 8 أوميجا تربيع بيساوي 10، يعني الأوميجا بتساوي موجب وسالب جذر 10 على 8، يعني هتطلع في الآخر هاخد الجذر الموجب تبقى 1.18 راديان لكل ثانية، دي الأوميجا. طب قيمة الأوميجا اللي طلعت دي تروح تعوض بيها فين؟ في الجزء الحقيقي ده، فتعوض هنا تبقى 1.16، الأوميجا تربيع اللي هي الرقم ده تربيع، والأوميجا تربيع الرقم ده تربيع. القيمة اللي هتطلع من هنا هي دي قيمة التقاطع، يعني الجي اتش هتساوي كام في الآخر؟ هتساوي سالب 3.33، ده ناتج التعويض هنا، ناتج التعويض بالأوميجا هنا هيبقى سالب 3.33. طبعا زائد جي وكام؟ وصفر، لأن أنا اللي فارض الإيماجينري بصفر أصلا، ودي نقطة التقاطع مع الإيماجينري الريل أكسس. طيب عايز أجيب الانترسكشن مع الريل أكسس أو الانترسكشن مع الإيماجينري أكسس، هنحط الريل بصفر. طب جرب كيف تحط الريل بصفر، اللي هو البسط يبقى بصفر، هو هل ينفع السالب 24 تبقى بصفر؟ لا، يبقى ما ينفعش تبقى بصفر، يعني من الاخر ما فيش تقاطع مع الايماجينري اكسس، في انترسكشن مع الريل بس ما فيش مع الايماجينري. يبقى احنا كده جبنا الاربع نقط بتوعنا خلاص. تعالوا بقى نرسم البولر بلوت في الحته دي، وده الايماجينري اكسس. طيب نقطه البدايه فين؟ سالب 24 وصفر، يعني سالب 24 لو قلنا انها هنا مثلا، فاقول نقطه البدايه من هنا. الستارت فاي هتبقى موازية لكام؟ للسالب 90، ده السالب 90، ده السالب 180، ده السالب 270. فسالب 90 يعني هبدأ موازي لهنا أو لهنا، بس علشان نقطة البداية سالب 24 وصفر فهبدأ من ناحية دي، من ناحية الشمال. طيب الاند بوينت صفر وصفر، طب هدخل موازي لكام في الاند فاي؟ للكيرف بسالب 270 اللي هو للزاوية سالب 270، يعني هدخل من هنا، وممكن برضه ادخل منين؟ من هنا، هو ده سالب 270. طب ندخل من دي ولا من دي؟ يعني ندخل من ناحيه الشمال ولا من ناحيه اليمين؟ شمال. ليه؟ تقاطع مع الايماجينري اكسس. تقاطع مع الايماجينري بالظبط، مفيش تقاطع مع الايماجينري اكسس، لان احنا لما جينا في تقاطع مع ريل اكسس فين؟ عند النقطه سالب 3.3 وصفر، التقاطع ده موجود. فلو انا ماشي هعدي من هنا عند سالب 3.3. طيب والمفروض ادخل بقى للكيرف ده، اما ادخل من هنا او ان انا ادخل من هنا، بس لو انت هتدخل من ناحيه اليمين يبقى لازم تقطع الكيرف الايماجينري، بس لما جينا حسبنا لقينا ان مفيش تقاطع مع الايماجينري اكسس، يبقى نشيل الاحتمال ده، يبقى هتدخل موازي للسالب 270 بس من ناحيه الشمال، ده عشان مفيش تقاطع مع الايماجينري اكسس. وطبعا السالب 24 يعني ايه، ممكن تجيبها من بعيد، بس كده كده الكيرف جاي من عند السالب ما لا نهايه، جاي من بعيد قوي. تمام، طبعا دي كانت نقطه، دي سالب 24 وسالب ما لا نهايه، 24 وسالب ما لا نهايه مش صفر. يبقى ده بالنسبه للبولر بلوت. اللي احنا عملناه النهارده يعتبر كلام السكشن اللي فات، ما عملناش اي حاجه جديده. خليك بس فاكر ان عند نقطه التقاطع دي كانت الاوميجا بكام؟ 1.1، ودي كانت الاوميجا من عند الصفر، ده الستارت، وعند الصفر وصفر دي الاوميجا بكام؟ بما لا نهايه، دي الستارت بوينت والاند بوينت. كده احنا رسمنا البولر بلوت، بس ده للسيستم اللينير. اللي احنا عايزينه دلوقتي بقى ان احنا نتعامل مع النون لينير. تعالوا كده نبدا مثلا ب الساتوريشن نون لينير. طبعا الساتوريشن نون لينيارتي قبل ما تكتبها كده لازم تثبتها الاول، بس نصيحه مني خليك حافظ الديسكرايبنج فانكشن بتاعتها. مش هندس شكلها صعب قوي، معلش شكلها صعب، بس احسن ما تثبتها غلط وتخش بالنص الثاني من المساله بحاجه غلط. ثاني والمفروض لما تيجي تعمل نون لينيارتي لازم تثبتها في الاول، الا لو هو قال لك بدون اثبات واداها لك جيفن، يعني لو هي جيفن قال لك الان اوف اكس بيساوي كذا، لو قال لك كده خلاص اشتغل على طول. طب لو ما قالكش هتثبتها، بس وارد تغلط في الاثبات، فيفضل تكون حافظها عشان نص المساله الثاني بقى اللي انت هتعمله تشوف بقى سيستم ستيبل ولا لا، ده اللي هيبقى عليه اصلا 70% من الدرجه، فعشان ما تطيرش الدرجه كلها خليك حافظها احسن. طب الساتوريشن نون لينيارتي لو رجعنا قبل كده كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره 2 كي على
او شكلها الاول عامل ازاي عشان نبقى فاكرين. بس تيغن عباره عن خط بالشكل ده، هي معادله لينير بالشكل ده ومقفوله من هنا ومقفوله من هنا. النقطه دي كانت الدلتا والميل ده كان كي، تمام. طيب ال n of x بتساوي ايه بقى اللي هي describing function ليها بعد الاثبات؟ هي عباره عن 2 كي على باي، الكي دي اللي هي الميل، ساين ماينس 1 دلتا على الاكس ماكسيمم. طبعا الاكس ماكسيمم دي اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الساين ويف الانبوت اصلا، زائد دلتا على الاكس ماكسيمم في جذر 1 ناقص دلتا على الاكس ماكسيمم الكل تربيع. طب المفروض دلوقتي تعمل ايه؟ تعوض بارقام، يعني هيكون جايب لك الرسمه دي فيها ارقام، يعني ممكن يقول لك نقطه التقاطع دي والميل ده مثلا بواحد، عوض هنا نقطة التقاطع الدلتا دي بكام؟ بواحد، والدلتا دي بكام؟ بواحد، والدلتا التربيع دي بواحد، لكنها واحد على x maximum تربيع، دي x تربيع. طيب والk؟ الk بواحد. ممكن يديك أي أرقام تانية، هتعوض بس في المعادلة. أنا عايز أرسم كيرف للسالب واحد على دي الـ n of x. أنا عايز أرسم السالب واحد على الـ n of x لما الاكس تبدا من الصفر لحد ما تروح لفين؟ لما لا نهايه، لكل قيم اكس الممكنه عشان ارسم الكيرف بتاعها. طيب وعلى فكره انت في الحقيقه هتبقى عندك قيمه واحده بس للاكس، يعني انت لما هتدخل ساين ويف هتدخلها بامبلي، بس انت عايز تعرف لو انت فضلت تغير في الامبليتيود بتاعتك اللي هو القيمه بتاعت الساين ويف، الامبليتيود دي لو فضلت تغير فيها تاثيرها ايه على الاستابيليتي، فبنقوم راسمين الكيرف كله عشان يبقى الحكم بتاعك عام. طيب دلوقتي احنا الاكس هتبدا من الصفر لما لا نهايه، خلي بالك من نقطه البدايه كده، احنا عايزين نعوض عن ايه؟ هنقول عند الاكس بيساوي صفر هات الان وبعد كده اقسمها على سالب واحد. عند الاكس لو دخلت جوه الجذر واحد على صفر هتعمل لك ايه؟ واحد على صفر لما لا نهايه فتفدناها. طب ليه مثلا يا باشمهندس ما حطيتهاش بنص؟ لو انت حطيتها بنص فالرقم اللي هيطلع لك من هنا هيبقى اكبر من الواحد، فهيبقى عندك جذر واحد ناقص رقم اكبر من الواحد فيبقى فيه جذر سالب، فهتخش في رقم كومبلكس. عشان كده لازم تكون الاكس دي اكبر من او يساوي واحد، فعشان كده هنحط الاكس بكام؟ بواحد عشان نتفادى المشاكل دي. او القاعده الاصليه ان الاكس بتساوي دلتا، دي الستارت بوينت. شوف الدلتا اللي هيدالك هنا بكام وتبدا بيها. يبقى عند الاكس بواحد بقى، عوض هنا هتبقى 2 على باي ساين ماينس 1 1 على 1، يعني ساين ماينس 1 1 زائد 1 في جذر 1 ناقص 1 على 1 ب 1، يعني ده هيبقى جذر صفر، ده كله بصفر. في الاخر خالص هتلاقي الان هتطلع بكام؟ ب 2 على باي في ساين ماينس 1 1 زائد صفر. ساين ماينس 1 1 لو جيت تعوض عنها هتطلع بباي على 2، باي على 2 في 2 على باي، يعني الان بكام؟ ب 1. يعني السالب واحد على ان بكام؟ بسالب واحد على واحد، يعني بسالب واحد. يبقى اول نقطة معانا عند الاكس بواحد قيمة السالب واحد على ان بكام؟ بسالب واحد. دي اول نقطة انا عايزها. طيب النقطة الثانية عند الاكس بما لا نهاية اللي هي نقطة النهاية، لما تحط الاكس بما لا نهاية في المعادلة دي هات لي الان هتساوي كام؟ هتبقى 2 على باي ساين ماينس 1 اي حاجه على ما النهايه بصفر، لكنك بتقول ساين اي حاجه على ما النهايه الترم ده كله يبقى بصفر. فساين ماينس 1 صفر فهتبقى بزيرو، ف2 على باي هتبقى بصفر، فالان هتساوي كام؟ صفر. طيب سالب 1 على ان، يعني سالب 1 على صفر هتبقى بكام؟ دي هتبقى بكام يا باشمهندسين؟ سالب ما لا نهايه. سالب ما لا نهايه بالظبط، هي اي حاجه على صفر ما لا نهايه، بس دي سالب فهتبقى سالب ما لا نهايه، ودي النقطه الثانيه. يبقى سالب واحد على ان بسالب ما لا نهايه ده عند الاكس بما لا نهايه. طيب بالنقطتين دول انت كافي جدا ترسم الكيرف بتاعك، لان هو هيبقى خط اصلا مستقيم. طيب هنرسمه ازاي بقى؟ تعالوا بقى نرسم الرسمه بتاعتنا. النقطتين بتوعنا للسالب واحد على ان اوف اكس، ان لو الاكس بواحد السالب واحد على الان هتبقى بسالب واحد، ولو الاكس بما لا نهايه سالب واحد على الان بسالب ما لا نهايه،
دول النقطتين اللي احنا جبناها. تعالوا بقى نرسمهم على الكيرف ده, نرسمه بلون تاني. طيب عند الاكس بواحد السالب واحد على الان بسالب واحد, فين السالب واحد؟ نقطة السالب واحد هتبقى في الحتة دي كده. باشمهندس استنتهي هنا, لان لو تفتكر نقطة التقاطع دي سالب 3.3, عند الاكس بواحد السالب واحد على الان بسالب واحد. طب لما الاكس بما لا نهاية سالب واحد على الان بكام؟ بسالب ما لا نهاية, يعني السالب ما لا نهاية هنا كده لنقطة النهاية, وده عند الاكس بما لا نهاية. فاتجاه الكيرف بتاعك بادئ من عند الاكس بصفر او الاكس بواحد من هنا لحد ما توصل للسالب ما لا نهاية بالشكل ده. احكم لي بقى على الاستابيليتي بتاعت السيستم اللي قدامك ده. هو ده كريتيكال؟ دي الحالة الثالثة, ان الكيرف بتاع السالب واحد على ان بيقطع البولار بلوت. هو مش كريتيكال, هو في جزء منه ستيبل وجزء انستيبل وجزء كريتيكال اللي هي بنسميها ليميت سايكل. لان هل الكيرف كله من الاكس بواحد لحد الملا نهاية, الاكس الملا نهاية هل كلها جوه الكيرف؟ يعني لو الاكس دي يا باشمهندس مثلا كانت بسالب خمسة, يعني هتبدأ من هنا, هيبقى سيستم ستيبل ولا انستيبل؟ هيبقى ستيبل, لان ساعتها رسمه السالب واحد على ان كلها هتبقى بره الكيرف, هيبقى سيستم ستيبل. انما الرسمه اللي قيمه الاكس طلعت بسالب واحد اللي هي سالب واحد عند الاكس بواحد, فدي سالب واحد, يبقى اذا هيقطع الكيرف بتاعي. طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا المنطقه دي انستيبل والمنطقه دي ستيبل, بس النقطه دي بيسموها ايه بقى؟ ليميت سايكل. طيب موقف الليميت سايكل دي لازم تحدد لي قيمتها كام والفريكوينسي بتاعها كام ونوعها ايه. يبقى الليميت سايكل ليها ثلاث حاجات لازم تجيبها. اول حاجه التايب, هي ستيبل ولا ان ستيبل الليميت سايكل؟ ستيبل. ستيبل ليه؟ لانها رايحه ادي اتجاه البيدي كيرف من الواحد لحد ما النهايه, رايحه المنطقه ستيبل, يبقى دي المنطقه اللي ستيبل دي الان ستيبل. فطالما رايحه المنطقه ستيبل تبقى ستيبل. طيب التردد عند النقطه دي بكام؟ ده الفريكوانسي بتاع الليميت سايكل, 1.1 بالظبط. عشان كده انا كتبته هنا, التردد اللي هو قيمه الاوميجا هنا. طب اجيبها منين ازاي يا باشمهندس؟ شوف في الكيرف بتاعك ده الاوميجا بادئه من الصفر لحد ما لا نهايه كانت بكام عند نقطة التقاطع؟ كانت بواحد واحد من عشرة, يبقى الفريكوانسي بتاع الليميت سايكل كان بواحد واحد من عشرة راد لكل ثانية. ثالث حاجة قيمة الماجنتيود بقى بتاع الليميت سايكل كام؟ طيب عشان تجيب الماجنتيود بتاع الليميت سايكل انت لازم تعرف ليها قيمة الاكس. من الاخر الاكس عند النقطة دي بكام؟ عند نقطة التقاطع. طيب ونجيبها ازاي يا باشمهندس؟ دلوقتي عشان تجيب نقطة التقاطع دي انت محتاج تجيب قيمة الاكس هنا. طبعا انت ما تعرفش قيمة الاكس هنا, فعشان تجيبها لازم تحل المعادلتين دول مع بعض. ما انتش تجيب نقطة التقاطع بتحل المعادلة بتاعت الجي اتش مع المعادلة بتاعت السالب واحد على الان عند الاوميجا بواحد واحد من عشرة. طيب معادلة السالب واحد على الان بكام؟ دي بتساوي سالب باي على 2 كوساين ماينس 1 واحد على اكس زائد واحد على اكس في جذر واحد ناقص زائد او ناقص واحد على اكس تربيع. انت ليه كتبتها كده يا باشمهندس؟ لان هي كانت الان هي قيمتها كده اللي هي باي على سالب باي على سالب 2 على باي, وسالب الان قلبتها. طيب المفروض الكلام ده بقى يساوي ايه؟ يساوي الجزء الريل بتاع الجي اتش, الجزء الحقيقي من الجي اتش, الجزء الحقيقي من جي اتش بس مش المعادله كلها. هي المفروض المعادله كلها يعني تحطها هنا, بس الكلام ده عند نقطه التقاطع للاوميجا عندها 1.1. انت اصلا كنت عوضت قبل كده عن الاوميجا ب 1.1 في الجزء الحقيقي وانت بتجيب نقطه التقاطع مع ريل اكسل اللي هي قيمتها كام؟ سالب 3.3 اللي هي دي.
يبقى المفروض لما تعوض عن ده كله طيب المعادله دي بقى حلها لي وهات قيمه الاكس. اللي هتعمله هتفتح الاله الحاسبه عادي على المود بتاع اللي هو الاون اللي هو تعمل اون وما تعملهاش على اي مود. هتكتب المعادله بداله الاكس اللي هي المعادله اللي قدامك دي، بس يفضل تخليها معادله صفريه يعني تبقى موجب 3.3 زائد الكلام ده بيساوي صفر. هتكتب المعادله اللي قدامك دي، بعد كده هتعمل شيفت كالك، بعد كده هيقول لك عايز الاكس بكام، حط له اي رقم 10 20 0 وقول له يساوي. استنى على الاله الحاسبه شويه هيطلع لك رقم، الرقم ده هو ناتج حل المعادله دي. فاللي طلعت دي بقى هي قيمه الاكس عند نقطه التقاطع، ودي بيسموها الماجنيتيود بتاعه الليمت سايكل. كده يبقى انت حسبتها. عايزين بقى بدل ما نحل مساله ثانيه، يعني بدل ما نحل مساله ثانيه على نفس الكيرف اللي قدامنا ده، يعني هرسم نفس السيستم اللي قدامي، وكان قايل لي عايزها على الساتوريشن والهايستريسز. فيعني من الاخر نفس البولر بلوت مش هيتغير. نفس البولر بلوت بالظبط مش هتغير. عايزين بقى نرسم رسمه الهايستريسز، ركزوا معايا فيها لان هي فيها شغل شويه. طيب الهايستريسز بقى اللينيارتي اللي احنا كنا قلناه في السكشن الثالث على ما اعتقد، دي الهايستريسز نون لينيارتي. لو قال لك ان دي قيمتها 2 من 10 والقيمه دي بواحد، يطلع الهايستريسز بالشكل ده كده، اللي هي دي الدلتا والسالب دلتا. يعني من الاخر الدلتا ب 2 من 10 وقيمه الام اللي هنا بواحد. دي من الرسمه اللي هو مديها لك، يبقى دي الام بواحد والدلتا ب 2 من 10. كانت المعادله بتاعت الان اوف اكس بتساوي 4 ام على باي اكس، ودي كانت سالب اوميجا تي واحد لو تفتكروها يعني. طيب الجزء ده ليها، طالما ليها زاويه كده يبقى ليها جزء حقيقي وجزء كومبلكس. طيب الاول انت عايز تجيب الان اوف اكس ولا السالب واحد على الان اوف اكس؟ عايز تجيب السالب واحد على الان اوف اكس. طيب يعني من الاخر هتبقى سالب واحد دي اللي هي سالب واحد بزاويه زيرو، والان اوف اكس اللي هي 4 ام على باي اكس وسالب اوميجا تي واحد. الاوميجا تي واحد دي اللي هي ساين ماينس 1 الدلتا على الاكس الماكسيمم، بس انا عايز اكتبها بس بشكل اصغر شويه. طب لو عايزين نقسم الاثنين دول على بعض، هنقسم الماجنتيود ونطرح الزوايا. يعني السالب واحد على الان اوف اكس بتساوي سالب باي اكس على 4 ام، وصفر ناقص سالب اوميجا تي واحد هتبقى باوميجا تي واحد. دي السالب واحد على الان. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب جميل. لو انت عندك بقى دي زاويه وقلنا عايزين نرجعها للشكل الطبيعي بتاعها كساين ويف، كانت هتبقى عباره عن ساين ساين اوميجا تي زائد اوميجا تي واحد. دي عشان ارجعها للساين ويف فورم بتاعتها. طب في عندي تحويله ثانيه بقى، ان انت لو عايز تحول زاويه بصيغه اويلر فورم، كان بيقول لك زمان ايه؟ لو انت عندك مثلا A والزاوية بتاعته فاي، فأويلر فورم بتقول لك إن دي بالكومبلكس عبارة عن A في كوزين فاي زائد J ساين فاي. الصيغة دي صيغة أويلر فورم، أنت لو عندك ماجنتيود وزاوية لو عايز تحولها لشكل كومبلكس، فالماجنتيود هتبقى مشترك والزاوية عبارة عن كوزين الزاوية دي زائد J في ساين الزاوية دي. فاللي انا هعمله ان الزاويه هي عباره عن اوميجا تي واحد، فانا هشيل دي واحولها لكوزين اوميجا تي واحد زائد جي في ساين اوميجا تي واحد. حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ اللي انا عملته بس دي تحويله اويلر. طيب عشان احولها حاجه زائد جي في حاجه عشان اعرف ارسمها. طيب الكوزين اوميجا تي واحد دي اللي هي عباره عن ايه؟ دي سالب باي على الاكس على 4 ام، دي اللي هي عباره عن جذر 1 ناقص دلتا على الاكس ماكسيمم لكل تربيع، دلتا تربيع الاكس ماكسيمم تربيع. والدلتا اللي هي بكام؟ ب 2 من 10، 2 من 10 تربيع يعني 4 من 100.
زائد جي ساين اوميجا تي واحد. طبعا لو حد قال لي الكوزاين اوميجا تي واحد والساين اوميجا تي واحد دي جت منين، احنا كنا اثبتناها قبل كده في التكاشن اللي فات، وقلت لك تحفظها لان هنحتاجها كتير جدا. طيب الساين اوميجا تي واحد هي عباره عن دلتا على الاكس ماكسيمم، والدلتا بكام؟ باتنين من عشره، هو مديها لك، ده لك اصلا في المساله ايه على الاكس ماكسيمم اللي هيسميها اكس وخلاص عشان ايه تبقاش كل شويه اكس. والام اصلا بكام عشان نعوض عنها بالمره؟ بواحد. يبقى دي من الاخر قيمه السالب واحد على الام. يبقى المعادله بتاعتي هي سالب باي اكس على 4 في جذر واحد ناقص الكلام ده زائد جي في الكلام ده. الستارت بوينت بتبقى عند الاكس بيساوي دلتا، يعني عند الاكس بيساوي كام؟ الدلتا مديها لي ب 2 من 10. وقلنا اثباتات عشان في عندي جذر، فلو عوضت بال 2 من 10 ده تبقى 2 من 10 تربيع ب 4 من 100، فيبقى الجذر اللي هنا قيمته موجبه من السالب. طيب عند الاكس ب 2 من 10 عوض على الاكس ب 2 من 10 هنا، فسالب 1 على ان هتساوي عوض عندي ب 2 من 10 ودي ب 2 من 10 ودي ب 2 من 10، هيطلع القيمه بتاعتنا عباره عن سالب باي 4 من 100 على 4 في جذر 1 ناقص 1 اللي هي دي زائد جي بوينت 157. طيب القيمه دي هتطلع بكام في الاخر؟ دي في الاخر الجذر دي هيبقى صفر، فهتبقى دي زيرو، هتبقى زيرو زائد جي في الكلام ده. طبعا تلاقي اللي هنا جزء كومبلكس. جميل جدا، بس دي معلش بالسالب، دي هتبقى بالنقص، المتعوض هنا هتطلع دي بالماينس الحته دي، دي السالب واحد على الان. طيب عند الاكس بما لا نهايه، هات السالب واحد على الان، دي لما تحطها بما لا نهايه فهتبقى سالب ما لا نهايه، يعني من الاخر دي هتبقى سالب ما لا نهايه زائد، او تبقى دي زائد جي ناقص جي بوينت 157. يبقى دي نقطة البداية ودي نقطة ايه؟ النهاية. تعالوا بقى نرسم الكلام ده. الستارت بوينت بتاعتي كانت عند اللي هي اللي عند الاكس ب 2 من 10 كانت عبارة عن صفر وسالب الرقم ده، يعني صفر في الريل ناقص سالب واحد او سالب قول 16 من 100. دي نقطة البداية، الكلام ده عند الإكس بكام؟ ب 2 من 10. ونقطة النهاية عند سالب ما لا نهاية في الحقيقي، سالب ما لا نهاية في الحقيقي كده، وسالب نفس الرقم. يعني هتبقى إزاي؟ سالب ما لا نهاية بالشكل ده ونفس الرقم. يعني الكيرف بتاعنا هيبقى بالشكل ده. الكلام ده عند ده المحور الايماجينري، ده عند السالب ما لا نهايه ونفس الرقم. طيب السيستم ده بقى ستيبل ولا ان ستيبل ولا نظامه ايه؟ ليميت سايكل برضه بالظبط نفس الحاله، الجزء ده هيبقى ان ستيبل، الجزء ده ستيبل، ولكن النقطه دي فيها ليميت سايكل. مطلوب من الليميت سايكل نطلعها، نطلع لها ثلاث حاجات، نوعها ايه؟ والفريكوانسي كام؟ والتايب بتاع والماجنتيود كام؟ طيب النوع بتاعها التايب بتاع الليمت سايكل دي عباره عن ستيبل ولا ان ستيبل؟ ستيبل. دي ستيبل، انا رايحه من المنطقه الان ستيبل للستيبل فهتبقى ستيبل ليمت سايكل. طيب عايز اجيب الماجنتيود والزاويه او الماجنتيود والفريكوانسي، لازم تحل المعادلتين دول مع بعض. انت عندك دي ليها الجي اتش عباره عن حاجه زائد جي في حاجة، والجزء بتاع سالب واحد على انه في اكس برضو حاجة زائد جي في حاجة. لما تيجي تحل معادلتين كومبلكس مع بعض هتقول ان الريل بيساوي الريل والإيماجنري بيساوي الإيماجنري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي تعال نبدأ بان الإيماجنري بيساوي الإيماجنري، فهتقول لي ان الإيماجنري بتاع جي اتش المفروض ان هو بيساوي
الإيماجنري بتاع السالب واحد على الN. الإيماجنري بتاع السالب واحد على الN على طول بسالب 16 من 100. جبتها منين يا باشمهندس؟ ما هو الرقم ده ثابت. انت اصلا لو جيت تعوض في المعادلة هتلاقي ان ده ثابت دايما. طب الإيماجنري بتاع الجي اتش، الإيماجنري بتاع الجي اتش في البولار بلوت اللي احنا كنا جايبينه من شوية كان عبارة عن 8 أوميجا تربيع ناقص 10 على الأوميجا 100 أوميجا والكاس بتاع الجي اتش. هتحل المعادلة دي بنفس الطريقة بالآلة الحاسبة وتطلع لك قيمة مين؟ قيمة الأوميجا. أو عايز تفك الأقواس دي وتضرب طرفين في وسطين وتحلها معادلة أوميجا تربيع أوميجا تربيع وأوميجا معادلة درجة 5، هتتلبك ساعتها مش هتعرف تعمل. فحلها بالآلة الحاسبة زي ما قلت لك، هتطلع قيمة الأوميجا بواحد وستة من 100 راد لكل ثانية. فالقيمة اللي طلعت دي اللي هي مين؟ ده الفريكوانسي بتاع الليمت سايكل. طب عايز أجيب الماجنتيود، هتحلها من المعادلة الثانية إن الريل بتاع الجي اتش بيساوي الريل بتاع مين؟ السالب واحد على الان، وده عند مين؟ عند الأوميجا بواحد وستة من 100، ده عند الفريكوانسي بتاع الواحد وستة من 100. هتروح للطرف الحقيقي بتاع الجي اتش وتعوض عن الأوميجا بواحد وستة من 100، هيطلع لك الرقم ده، هيطلع لك الجزء الريل بسالب 3.726. الجزء الريل بتاع الجي اتش يا جماعه اللي في المساله الاولانيه خالص وانا برسم البولر بلوت توصل حاجه زي الجيف حاجه، عوض عن الاوميجا بالرقم ده يطلع لك ده، بيساوي الريل بتاع السالب واحد على الان اللي هو مين؟ اللي هو عباره عن سالب باي اكس على 4 في جذر 1 ناقص 4 من 100 على اكس تربيع. قيمه الاكس اللي في المعادله دي اللي هي مين؟ هي قيمه الماجنيتيود بتاع الليمت سايكل. هتحل المعادله دي بدلاله الاكس بالاله الحاسبه، هتطلع لك قيمه الاكس ب 4.7. يبقى انا كده جبت الفريكوانسي والماجنيتيود والطيب بتاعها اللي هو ايه؟ ستيبل ليمت سايكل. حد عنده اي مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ تمام يا باشمهندس، بس في سؤال بس عن الكيس اللي كانت قبل كده بتاعت الساتوريشن. لما كنا بنجيب، لما كنا بنحل المعادلتين مع بعض وبالآلة الحاسبة، مفروض كنا نحول الآلة الحاسبة على الراديان صح؟ عشان كانت في ساين ماينس 1. ساين ماينس تعملها بالراديان طبعا. هي طلعت برضو 4 وحاجة برضو. انا عملتها بالراديان طلعت 4 وحاجة. طيب تمام. وكويس برضو على الملحوظة دي، علشان كان في عندي انفرس ساين. مش منت كان بيتكلم انت عندك انفرس ساين. فوانت بتكتب المعادله خليها في المود بتاع الراد، علشان اللي هيطلع من هنا المفروض هيبقى بالراديان، وكمان الاوميجا قيمتها بالراد لكل ثانيه، فالمفروض تبقى كل المعادلات بتاعتك بالراديان. الخط بتاع المعادله الثانيه اللي هو الخط الازرق ده، الجي طلعت برضو في النقطه الثانيه 0.16 زي بالظبط بنفس الرقم، لان خلي بالك هي ما بتعتمدش اصلا على قيمه الاكس. يعني هكتب لك برضو المعادله ثاني كويس، برضو انت قلت النقطه دي، لان انت ايه اللي يثبت لك ان ده خط ثابت؟ يعني مش هيبقى مثلا عامل كيرف مثلا. لو جيت تشوف المعادله وانا اجيبها لك اهو، هي كانت عباره عن سالب باي اكس على 4. الكلام ده مضروب في جذر 1 ناقص 4 من 100 على اكس تربيع زائد جي 2.2 على اكس. لو انت جيت وزعت السالب باي اكس على الاثنين دول هتبقى سالب باي اكس على 4 بجذر 1 ناقص 4 من 100 على اكس تربيع، ده الجزء الحقيقي، زائد جي سالب في موجب هتبقى دي بسالب. هتلاقي هنا بقى الباي الاكس هتروح مع الاكس، او اكتبها باي اكس على 4 في 2.2 على اكس، فهتلاقي الاكس راحت مع الاكس، ودي هتبقى باي في 2.2 على 4. الكلام ده هيطلع بكام؟ هيطلع ب 16 من 100. فاصلا المعادله مش معتمد على الاكس، لان الترم ده ما بيعتمدش على الاكس، فهتبقى دايما ثابته عند السالب 16 من 100.
تمام يا باشمهندس. تمام. احنا كده النهارده خلصنا السكشن بتاعنا النهارده، اتكلمنا على ازاي اجيب الاستابيليتي بتاع سيستم كان لينير ودخل عليه نون لينيرتي. فطبعا نتيجه ان طريقه الديسكرايبنج فانكشن ايزوليتد فلازم فطبعا لازم اقدر افصلها من السيستم. فهجيب الديسكرايبنج فانكشن بتاعتي بالطريقه اللي احنا عاملينها اللي احنا عارفينها في اول سكشن اول ثالث سكشن، وهجيب البولر بلوت للسيستم اللينير وهرسم رسمه البولر بلوت مع سالب واحد على الان، ومعيار الاستابيليتي بقى بتاع نيكويست اتغير من ان بدل ما تتعامل مع نقطه سالب واحد هيتعامل مع سالب واحد على الان اوف اكس. لو كان الكيرف كله جوه البولر بلوت يبقى سيستم ان ستيبل، لو بره الرسمه تبقى ستيبل، لو كان بيقطعها الكيرف سالب واحد على الان بيقطع البولر بلوت يبقى انت عندك حاجه اسمها ليميت سايكل، والليميت سايكل لازم تحدد لها ثلاث حاجات، التايب بتاعها ستيبل ولا ان ستيبل، وتحدد لها الماجنيتيود وتحدد لها الفريكوانسي، والماجنيتيود والفريكوانسي بيجي من نقطه التقاطع. كده احنا خلصنا السكشن النهارده، ان شاء الله في السكشن الجاي باذن الله هنتكلم على امثله مختلفه، وممكن نخش بقى في الجزء بتاع الفيس بلين بورتريت اللي هو الجزء بتاع النون لينيرتي الثاني بقى اللي هو الطريقه الثانيه في ازاي تتعامل مع النون لينير. كده انا خلصت واشوفكم على خير ان شاء الله السكشن الجاي. السلام عليكم.